السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة يا جماعة من الفيديوهات اللي احنا بنعملها لما بيكون في حاجة مكسرة في الموتور او في مشكلة في الموتور، الفكرة من الفيديوهات ديت ان احنا بنوعي الناس، بنقول للناس خلي بالكم، خلي بالكم من الزيت، خلي بالكم من مواتيركم، خلي بالكم من القرص الزيادة يعمل لكم مشاكل. لا قصدنا ان احنا نعمل من الحبة قبة زي ما حد كتب في التعليقات، ولا ان احنا نعلم على حد، ولا الكلام الفاضي ده كله. احنا بنوعي الناس مش اكتر. يعني مشكلة قابلتنا في طقم فتيس زي ده كده، صورناها ونزلناها وقلنا للناس خمنوا معانا ايه المشكلة. لقينا اخ محترم كاتب لك في التعليقات ده بيعمل من الحبة قبة. يا باشا دي مشكلة قابلتني، واجب عليا ان انا اوريها لك، اعرفك ان انت لو عملت حاجة غلط في طقم الفتيس بتاعك، غيار غلط، قرصت على الموتوسيكل بتاعك مثلا ماشي على الخامس ورجعت اديته التاني او الاولاني على سرعة عالية، ممكن يكسر طقم الفتيس. حاجة زي اللي احنا شايفينها النهاردة ديت انا مش عارف اعلق عليها اقول ايه. شايفين البيستم عامل ازاي؟ يعني انا مش عارف بصراحة، انا شايف البيستم، شايف الراف مسلخة، البيستم متكسر بطريقة غريبة. يعني صاحب الموتوسيكل ما تقوليش كان ماشي بقى براحته وسمع التكسير او سمع خبط في الموتور فوقف، لا ده كان ماشي بسرعة عالية وسمع حاجات بتتكسر وتنام كمل زي ما هو. ما هو انت بالراحة كده ما تحسسنيش ان انت ماشي على الغيار التاني او على التالت او على اربي واطي اربي خمسة او ستة ويحصل التكسير ده، وما تحسسنيش برضو ان الزيت بتاعك مظبوط ومفيش مشكلة او مش ناقص وبرضو يحصل التكسير ده. فاحنا بنوري الناس علشان نوعي الناس، نخلي الناس تخاف على موتور موتوسيكلها. موتور زي ده ببيستم زي ده انكسر ممكن علشان صاحبه سمع صوت تكسير وتنام كمل، او صوت خشونة وتنام كمل، او ممكن يصرف له 2000 2500. فاحنا بنوعي الناس، انت تسمع صوت خشونة في موتورك اقف، ما تدورش الموتوسيكل، روح لفني يبصلك على ايه المشكلة اللي عندك، لكن ما تسيبش البيستم يتكسر بالشكل اللي احنا شايفين ده ويقع داخل الموتور. يعني هو البيستم واقع داخل الموتور. طلع يا باشا البيستم ده كده، هطلع لكم البيستم اهوت، اوريكم برضو بعض الاجزاء اللي واقعه داخل الموتور من الداخل. لا هو مفيش تيله، ده مفيش تيله موجوده اصلا، ده هو البيستم بس البنز بتاعه عايز يتزق. لا زق من هناك، زق من هناك بس، فرجوا ده البيستم. تعالوا نتفرج كده جوه الموتور، مش عارف واضح ولا مش واضح، حتت متكسره ومرشقه في الفرختين الاتنين جوه، غير الحته اللي واقعه في الجنب، غير الحته ان احنا قلبنا الموتور وقعنا منه الحته دي. فيا جماعه الفكره من الفيديوهات ديت ان احنا نوعي الناس مش اكتر، مش بنعمل من الحبه قبه زي ما حد كتب، لا مفيش الكلام ده عندنا، ولا شهره، ولا عايزين شغل من ورا النت، ولا لايكات. يعني انا بقالي فترة اصلا ما بطلبش من الناس تعمل لايكات ولا تعلق، انا بصور فيديو وبنزله اقول الناس تخلي بالها، لان انا الفترة ديت بتجيلي مشاكل كتير، صبابات متكسرة، اطقم فتيس متكسرة، بساتم متكسرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فالفيديو ده بكرر كلامي تاني اهو لكل صاحب موتوسيكل، سمعت صوت خشونه في موتوسيكلك يا ريت تقف وتطلع على اي فني، تبطل الموتور بتاعك وتطلع على اي فني يشوف لك المشكله منين، يشوف لك الزيت كامل ولا ناقص، يشوف لك البستم متكسر ولا الصبابات متكسره ولا في حاجه في الموتور من تحت، علشان حاجه بسيطه هتعمل لك مشكله كبيره. يعني صاحب الموتوسيكل ده لو كان جابه وقال الموتوسيكل مثلا بياكل زيت او بينقص زيت، كنا احنا غيرنا الراس بس بستم بالسلندر وقفلنا الموتور، مثلا كانت سكه نص عمره ب 1000 جنيه مثلا، لا تعالى النهارده هو يصرف له 2000 جنيه او 2500. واخر حاجه عايز اقولها في الفيديو ده، اقسم بالله انا مش فاضي ان انا اصور فيديوهات ولا ارد على تعليقات ولا ارد على رسائل، وبقالي يومين اتنين تليفوني مقفول. الفكره يا جماعه ان انا لما بتجيلي مشكله زي طقم الفتيس ده او مشكله زي البستم ده او حاجات زي الصبابات المتكسره قبل كده، بصورها في ساعتها وانزلها، لان انا لو ما صورتهاش في ساعتها انا هكسل اصورها وهكسل انزلها، وانت كمتابع عندي ما شفتش حاجه خلاص. لكن احنا بنصور الفيديوهات ديت علشان الناس تخاف، الناس تخاف تقرص على موتوسيكلاتها. البضاعه او قطع الغيار بقت غاليه، نازل عليها امبارح 15% زياده،
تخيل السلندر بقى عامل 550 جنيه بتاع الموتوسيكل الصيني ال 150 سي سي. تخيل كوارث، احنا في كوارث الفترة ديت، من ناحية الأسعار، من ناحية قطع الغيار اللي بقت مش نظيفة، من ناحية حاجات كتيرة. فبنوعي الناس وبنقول للناس خلي بالكم علشان ما تقعوش في كوارث. أتمنى من الله إن الناس تكون استفادت مننا في الفيديو ده.